اتفضل. استاذن حضرتك دلوقتي انا العمل بتاعي على بعد حوالي 100 كيلو من القاهره او 120 كيلو، طيب فالعمل دوت مثلا بيتطلب ان انا اقعد هناك 24 ساعه. طيب اثناء ال 24 ساعه ديت يجوز لي القصر والجمع؟ انت دلوقتي بتسافر وما عندكش اقامه في المكان ده، انت بتسافر عشان الشغل. تمام. بتسافر عشان الشغل، خلاص انت كده يجوز ليك ان انت تجمع وتقصر، لان طب كويس. المسافه 120 كيلو، فهي اكتر من 83 كيلو متر، فانت يجوز ان انت تجمع وتقصر. خلاص تمام. طيب بالنسبه طب للسنن العشاء بقى، طيب بالنسبه لايه؟ انا دلوقتي يعني اصلي المغرب والعشاء جمع تقديم جمع قصر. تقديم او تاخير، الاثنين سيان. طب افترضنا اصلي تقديم، السنن بتاعت العشاء اصليها برضو بعد ساعه المغرب؟ لا مش هينفع، لان سنن العشاء مرتبطه بوقت العشاء، ملوش دعوه. خلي بالك ان الجمع والقصر ده ليه علاقه بالفرض، لكن التاني ليه علاقه بوقت العشاء. انت عايز تصلي القيام او عايز تصلي الوتر يكون بعد وقت العشاء.